السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الخامس الابتدائي مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، ومعكم في درس جديد من دروسنا في مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. طلابنا الأعزاء، أول حاجة هنتعامل معاها وهي المشروع بتاع الوحدة اللي هو صاد 120، بيتكلم على اليوم الرياضي للدولة، الوصف طبعا والادوات اللي انت هتستخدمها كبحث بالنسبه للبيانات اللي انت عايز تحطها في الجدول مايكروسوفت ايدج ومايكروسوفت اكسل، اللي هو البرنامج الذي سنقوم بالتعامل معاه كما تعلمنا في الدرسين السابقين. طبعا هو الخطوات التنفيذ مكتوبه كما هي هنا، ويمكنك التعامل معها بسلاسه كما بينا في الفيديو السابق. فسنفتح برنامج الاكسل، ثم نكتب عناوين الاعمده، النشاط، المكان، الساعات، فئه العمريه، ثم ننسخ الجدول بالنمط المناسب كما تعلمنا في الفيديو السابق، ثم نعرض البيانات بشكل أبجدي، نقوم بعملية فرز أو تصفية، ثم نعرض الأنشطة التي نريدها من الفئة الصغار المشاركة فيها. إحنا هنبدأ نتعامل مع هذه الأشياء واحدة واحدة، تمام؟ فهنروح إلى برنامج الإكسل، وبعدين هنحول شيت رايت تو ليفت، هنبدأ من رايت تو ليفت، وهنبدأ نكتب نحول العربي، وبعدين هنكتب اسم النشاط، وبعدين هنكتب المكان، بعدين هنكتب الساعات، بعدين هنكتب الفئة العمرية. تمام. في النشاط انت ممكن تبحث عن طريق النت في جرائد الوطن الراية، لو كتبت اليوم الوطن اليوم الرياضي للدولة هتلاقي الأنشطة أو الفعاليات اللي بتتم التعامل معها. فاحنا هناخده الجري، وهناخده السباحة، وهناخده ركوب الخيل. تمام. وهنا يعني المكان عادي، يعني انت ممكن تحط مثلا اسباير، هنا مثلا السباحة، برضو المكان مثلا نادي العربية النوع، يعني هنا مثلا ركوب الخيل الفروسية، تمام، نادي الفروسية. ونيجي هنا في الساعات، هنكتب مثلا هنا مثلا وليكن ايه 4، هنكتب هنا 5، هنكتب هنا 8. ونيجي هنا في الفئة العمرية، هنكتب صغار، هنكتب هنا صغار، هنكتب هنا كبار. تمام كده. هروح تاني للفيديو للنص. احنا كده دخلنا النشاط، المكان، الساعات، الفئة العمرية، كبار ام صغار. هننسق الجدول بالنمط المناسب. هتروح رايح حضرتك كده دايس على محدد من اول A1 لغاية D4، تمام، ماشي كده. وبعدين هتروح رايح الخطوة التانية الى هوم كما تعلمنا في الفيديو السابق، ومن هوم هتروح رايح لفروم ستايل، تختار منها فرومات ازا تيبل، وتروح لميديم تختار منها هي اي نوع من الانواع ديت، ولكن كما تعلمنا في الفيديو السابق الاخضر ده، فبيطلع لك خيار تاني فرومات ازا تيبل وير از داتا فور يور تيبل، هو زي ما قلت لك من A1 تو D4. ودي المهم ان هو ماي تيبل هاز هيدرز، بتضغط اوكي، دي لازم يبقى فيه التشيك بوكس بتاعها علامه الصح، بيطلع بعد كده زي ما انت شايف البراويز او الدروب بوكس اللي احنا من خلاله نستطيع ان احنا نقوم بعمليه الفرز كما ترى حسب كل حقل وكما تعلمنا في الفيديو السابق. تمام. طيب هنروح تاني كده، احنا عملنا العناوين وعملنا نسخنا الجدول، عايزين نعرضه بشكل ابجدي اسم النشاط، ثم نطبق الصفحة. هروح رايح الى الاكسل، ثم نقوم بالذهاب الى اسم النشاط، وانا عايز اعرض بشكل ابجدي، عايز ارتبه بقى من A to Z واشوف. تمام. اذا اهو من A to Z، يبقى خد الالف واللام. تمام. تمام كده، السباحة، الجري، ركوب الخيل. اذا حبيت ان انت تغير من زد تو ايه، يبقى زد تو ايه هيغير لك من ركوب الخيل، جري، سباحه، زي ما انت عايز يعني. طيب بعد كده عشان اطبع
طبعا لاحظ ان انت لما بتغير النشاط الداتا كلها بتتغير، الداتا كلها بتبقى تبع ركوب الخيل، الداتا بتاعت الجري كلها مع بعضها وهكذا. سنقوم بالطباعة الى الذهاب الى فايل اهو اهو، وتقوم بالضغط على الطباعة يطلع لك الجدول كما هو، ثم تقوم بالضغط على برنت يقوم بالطباعة مباشرة. احنا في الجزئية دي اللي هي ملاحظة يعني، بلاش تطبع ولا تجيب حاجة مطبوعة لأنه ظروف الكورونا يعني صعبة، فخلينا على ما احنا متعودين عليه ان انتوا تبعتوا لي على ايميلي او على الواتساب بتاعي وجزاكم الله خير. تمام، نروح تاني لاخر حاجة اللي هو ايه، اعرض فقط الانشطة التي يمكن للراغبين من فئة الصغار المشاركة فيها. هروح رايح الى الاكسل، انتبه جيدا، واروح رايح الى الفئة العمرية واضغط على السهم ده، يطلع لي انا عايز الفئة العمرية بتاعت الصغار. يبقى زي ما اتعلمنا من الفلترة هنا، ما اختارش طبعا من سيلكت اول، اشيل الايه السهم بتاع الكبار. انا هنا ما برتبش، ما بفرس، تمام، انا هنا عايز اعمل له فلترة، يعني اعرض بيانات معينة، فاضغط على الصغار واضغط اوكي، هتلاقي الصغار هم اللي اتعرضوا. بس عايز ترجح تاني عشان تعرف كلامي، اضغط على الكبار واضغط اوكي، هيرجع لك كل حاجة تاني. انا بقى عايزك تروح عامل الكبار فقط، تمام كده، وبكده يبقى ده المشروع. وزي ما قلت لحضراتكم، ابعتوا لي على الواتساب او على ايميلي، وانا هبعت الكلام ده كله على الجروب بالتفصيل، وهي صاد 120، وده يعني مخطط عملي ازاي تعمل المشروع. ونشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.